فالمركزية جاءت واخد براحتك في الاتجاه العلمي. بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كرة معلقة ومظلمة، ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد خرج هو أرمسترونج. وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض، من الأرض، كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم أخفوه. أخفوه لماذا؟ يعني الأمور تتبع يعني مقاصدها، مقاصدها يعني. يعني إخفاؤه دعنا نقول أنه له دلالة مثلا، له دلالة كبيرة جدا. لسبب، لأن هذا البيت العتيق يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجة، لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة فوجدوا أنه خارج من مكة، وبالتركيز وجدوا أنه خارج من الكعبة. الله، هذا ما ذكر. وله تأثير، ووجدوا أن هذا الشعاع ليس له منتهى، يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر، فقالوا أن طول الموجة اللي احنا عارفينها أو قصر طول الموجة اللي احنا عارفينها هذا الشعاع له خاصية محددة. تمام. وهو أنه مستمر للأسباب، لأنه كما أعتقد أنه يصل هذا الشعاع أو يربط الكعبة المشرفة بالبيت المعمور. لو انت عندك قطب شمالي قطب جنوبي، في النص في منطقه اسمها منطقه التعادل المغناطيسي. تمام. لو حطيت فيها ابره مغناطيسيه لا تنحرف، يعني السحب هنا وهنا واحد. ايوه، يبقى دي بيسموها منطقه الزوال المغناطيسي التي ليس لها فيها خطوط قوه مغناطيسيه. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكه، اللي عايش في مكه المفروض يبقى اطول عمرا واكثر صحه واقل تاثيرا بالجاذبيه الارضيه، وبالتالي عندما تطوف انت تشحن. معلش، سبحان الله. أيوة، هذه حقيقة، هذه حقيقة للبعد علمية. للبعد عن لأنك أنت لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسية الأرضية في هذه الحالة. وهناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم، هذا كلام حقيقي، أقدم الصخور. أيوة. وهذا أثبت علميا، أثبت علميا وبحث منشور، وليس أخذ يعني صخور بازلتية من مكة، بازلتية من مكة، وشافوا المناطق اللي بتكون لنا. الأمر أنه المتحف البريطاني فيه ثلاث شرائح من الحجر الأسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية.